كسبة المحافظة من ذوي الدخل اليومي المحدود يعانون أوضاعا معيشية صعبة بسبب إجراءات الإغلاق وفرض حظر التجوال المصاحب للتفشي وباء كورونا. حيدر واحد من آلاف المتضررين بسبب إجراءات الإغلاق، لديه محل لبيع الخضروات لكنه يعاني من قلة الإقبال على محله بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطنين. أنا كاسب، وضعيتي تعبانة والله العظيم، شغل ماكو، عمل ماكو، يعني هذا الزرع صار له تقريبا يصير له 4 أيام، بالثنتين يجوك يوقف لك الشرطة بباب المحل مالتك إلا تعزل. زين احنا وين نروح؟ زين ايجار بيتك، ايجار محلك، ابنك مريض، عائلتك تعبانه، وين نروح احنا؟ توجهنا الى مكان اخر، فهذا هو سوق حي الانصار الشعبي. وجدنا عشرات من المواطنين كبارا وصغارا يعملون هنا لقاء اجور بسيطه، لكنها كافيه بالنسبه اليهم لسد رمق العيش والتخفيف ولو قليلا على عوائلهم الفقيره. منا بلغونا ذيك الايام قالوا عزلوا حقهم الساعه 2، يعني احنا هذا على باب الله، احنا هذا الزرع اذا نغطي ونروح يحيس، نجي نلقيه خايس نص خايس، وين نوديه؟ نذبه. فمن استفاد؟ وكل مره الحظر يعني يجددون الحظر علينا. خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا فرضت حظرا للتجوال على الجميع، وهذا الحظر يبدأ من 6 صباحا حتى 2 ظهرا، وهي فترة النشاط للكسبة، لذا طالبوا بتوفير البدائل من قبل الحكومة. أنا عندي راتب موظف، أنا رجال هنا حصل 10,000 15,000 أعيش فيها، ماكو أرقد، طيني فلوس، خلي طيني فلوس أقعد ببيتي، ما أطلع أنا ويدلل، يريد اخليه بالبيت خليه بالبيت وما اطلع حتى من باب الحوش. واذا صار بي كورونا عندي عيال تريد تاكل، عندي جهالاني، اخليهم يموتون بكورونا ولا اخليهم يموتون من الجوعان؟ ما حد يقول لنا سلام عليكم. الكسبة في النجف يعانون الامرين للحصول على قوت يومهم الذي لا يتعدى 10,000 دينار عراقي. من سوق الانصار في النجف، مثنى العيساوي، يو تي في.